بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال رسول الله: فإن قصرت في وسط ما لكم جاءت قديما ذرة من نوركم قد جمل الرحمن منها يوسفا. والله لو جد العباقر كلهم في وصف أفضال له لن تعرفا. والله لو ماء البحار بجمعها كان المداد لوصف أحمد ما كفى. والله لو قبر النبي تفجرت أنواره للبدر ولا واختفى. تكفيه رقيا في السماوات العلا وبحضرة الرب الجليل تشرفا. تكفيه بأن البدر يخسف نوره لكن نور محمد لا يخسف. صلوات ربي وسلامه عليك سيدي يا رسول الله. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البرر. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، نستهل هذه الآية القرآنية المباركة بآيات بينات من الذكر الحكيم والتي يتلوها علينا ذلكم العالم القرآني الإذاعي فضيلة القارئ الشيخ محمود علي حسن القارئ بإذاعات جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي والمقيم ببهنباي مركز السقازيق بمحافظة الشرقية. ندعو له بالتوفيق ولنا ولكم لحسن الاستماع. فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. وما Thank you.
قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتفوه منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء نصيب برحمتنا من نشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولا أجر الآخرة ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إن غفور رحيم
إن ربي غفور رحيم. فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. فلما كلمه فلما كلمه قال قال جعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وكذلك مكنا يوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء
ولا نضيع أجر المحسنين ولا نضيع أجر المحسنين وكذلك مكنا ليوسف في وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه وجاء ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير
ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم وقال في
وإنا لهم الله خير.
ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا قالوا يا
هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا من الله لتأتوني
قال الله على ما نقول وكيل. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة. وقال يا وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة. لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة. وما إن الحكم إلا لله إن الحكم إلا لله. وقال يا وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة.
وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما الله من شيء إن الحكم إلا لله وعليه فليتوكل المتوكلون وعليه فليتوكل المتوكلون ولما دخلوا سادة الضيوف تنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وهكذا إخوة إخوة الإيمان والإسلام عشنا سويا في رحاب القرآن الكريم وتلك التلاوة القرآنية المباركة والتي تلاها علينا ذلكم العلم القرآني الإذاعي فضيلة القارئ الشيخ محمود علي حسن القارئ بإذاعات جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي والمقيم ببهدباي مركز الزقازيق محافظة الشرقية. نقلنا لكم هذا من إحدى وحدات الإذاعات المحلية والهندسة الكهربائية إدارة محلات الباشمهندس ناصر محمد معوض الموكيل بتنظيم مخازن الفراشة الكبرى إدارة محلات الحاج أحمد سليم.